ثم لا يطيعون ما أنفقوا منا ولا أذى الله وأجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول مألوف وما بصيرتم خير من سبب الذي يدعوها عليه والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبذلوا صدقاتكم بالمن ولا بيت الذي ينفقوا ما نقول رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ومثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلى لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثمية من أنفسهم كمثل جنة بالقوس نشابها وابل فهذا مثلها بعشية حلوى يصبها وابل فضل والله بما تعملون بصير أيد أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعلى من تجري من تحتها أنهار من غير ثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تنفقوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الخبر ويأمركم بالإحصاء والله يعلم